طالبت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الأثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السكان. ونشدت الوزيرة المجلس وكل الأطراف البحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة. أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بما يسمى بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة، وطمأنت الوزارة المواطنين في بيان لها بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن أو مدخلات الزراعة والصناعة، وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدما. أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي قد حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح للصندوق بتقديم تخفيف شامل لديون السودان. وقالت جورجيفا إن السودان يقترب الآن خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما يسمح بالوصول إلى أموال جديدة واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومحاربة الفقر. صدقت مؤسسة التنمية الدولية بمنح السودان 100 مليون دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19. وقال السفير السودان في واشنطن نور الدين ساتي إن مجلس مديري مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي صادق على منح السودان 100 مليون دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19 وبناء قدراته في هذا المجال. أصدر المجلس القيادي لقوى نداء السودان قرارا بتجميد عضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقرر المجلس أن يسري التجميد ابتداء من 29 من شهر يونيو 2021.